يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد كما ثبت عنه: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصابك مما لا يلائمك لم يكن ليذهب إلى غيره، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما فاتك من أمور الدنيا الحسنة التي تراها حسنة لم تكن لتصيبك، لأن الله عز وجل ما كتبها لك.